يمأمنا للرجال يمأمنا للمي بالغربال، هالمثل هذا إجا أساسه من مصر، طبعاً تناقل عن طريق الأفلام والمسلسلات حتى وصل لمجتمعاتنا الأردنية وتداول بين المواطنين. نتعرف أكثر عن هذا المثل، خلينا نشوف التقرير التالي. المثل ينطبق على الرجال؟ يمأمنا الرجال؟ يمأمنا للرجال؟ آه. يمأمنا المي بالغربال؟ لا، ما بنطبق. ما بنطبق. ما بنطبق، بعيد المثل، خاصة في زمننا هذا حالياً. الرجال يعني بريئين من هذا المثل. طبعا اكيد. طبعا يعني انت نصير رجال، يعني بالنهايه رجال، يعني ما راح تجيب اشي لك يعني. طب يعني تشوف كل الرجال نفس الشيء؟ لا، مش كل اصابعك واحد اكيد. نفس الشيء. بليت طبعا. يمأمنا؟ يمأمنا الرجال، يمأمنا المي بالغربال. طب ليش هذا المثل؟ انت بتشوفيه منيح؟ لا مش مزبوط. لا مش مزبوط. لانه ليش يعني الزلام ما شاء الله عليهم، ليش ما نأمن لهم؟ ما شاء الله عليهم. سبب تسميت هذا المثل يعني ممكن؟ يعني من أول، من زمان يعني يحكوا عنه. يعني كان متهم الرجل إنه يعني بيخون، يعني إنه مش بيخون، إنه يعني ما له أمان، ما لهش أمان يعني. طبق 100% فش الرجال بتأمن بصراحة. من كل النواحي. أبدا. يعني أنت مع هذا المثل يعني؟ آه طبعا 100%. يمأمن الرجال يمأمن المي بالغربال. في هيك وفي هيك. ليش يمأمن ما يكون المثل يمأمن للنسوان يمأمن المي بالغربال؟ مش بكفي متحملينكم كمان؟ كمان هذا حكي فاضي يا زلمه. امي هي هو يعني كل شيء بكون الحق على الزلمه؟ لا يا عم، الزلمه مثلا يعني ليش اتهم بهذه الاتهامات يعني؟ هذا اعتقادات فاشله يعني وباطله يعني. هو حسب التعامل الرجل مع الزوجه يعني. اذا كانت الاسره بين الشخصين مترابطين ما في هذا الحكي. طب تعرف سبب تسميه هذا الحكي؟ هي سبب تسميه هذا المثل؟ هذا سببه مش انه موقف هذا بكون بس المي بالغربال. شو رايك بهذا المثل؟ والله مظبوطه 100%. اه مظبوطه. طبعا. انت كونك زوجها يعني شو رايك بهذا المثل؟ شو مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. طب ما فيش منه هالحكي هذا. هو مثل قديم بيحكي لك يعني انه الزلام يعني ما بتامن لهم. مظبوط، يعني ما في امان بهالدنيا. طب انت شو رايك بجوزك هسه؟ لا 100%. يعني انت بشكل عام تحكي؟ اه طبعا انا بشكل عام، بس في كل قاعده شواذ. يا مأمن الرجال يا مأمن المي بالغربال معروفه يعني. طب ليش معروفه؟ لانه الرجال تقريبا فعليا فيش عليهم امان يعني. بدنا نسرق قدام المدام. لا اسال عادي، جيبهم اسال عادي يعني. ما احكي. يا مأمن الرجال يا مأمن المي بالغربال. شو رايك في هذا المثل؟ يعني في منه. يعني انت يعني بتشوفي من جميع النواحي يعني؟ لا بس هو هيك مثلا، خلص تعودنا عليه، مش بضروري يكون صح او غلط يعني. في قضايا كثيره يعني بينحكى لها هذا المثل. المراه يعني ما لها دخل فيه تقريبا؟ والله ينطبق على المراه كمان. كمان للمراه عشان نكون عادلين، في نساء رجال. طبعا اختلفت الاراء زي ما شفنا بالتقرير التالي. الرجال كانوا يحكوا انه هذا المثل ما ينطبق عليهم، والنسوان نفس الشيء طبعا حكوا انه هذا المثل يطبق على الرجال بحذافيره بشتى المجالات. طبعا ما عرفنا وين الحل المضبوط فيه. خلينا نسال خالد المصري.